السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ هنا فيديو جديد وحلقه جديده عن محاكي المزرعه. خلينا نبلش بالفيديو ونحكي لكم ايش التطورات وايش الاحداث اللي صايره بسرعه بسرعه. ليتس جو. طبعا بدايه اول شيء نطمن على اللامبرجيني. طبعا انا قلت لكم انه اول ما فتحتها في شيء طلع عندي انه هو في عندنا ابديت كبير. شلون كان كتاب؟ والله نسيت حتى شلون اركب السياره. فمو ابديت يعني كل شيء معدات صار له ابديتات ومنها اللامبرجيني. فيعني ما بعرف شو الابديت اللي عملوا لي للامبرجيني. طول بالك حبيبي. طبعا في سياره شحن كمان نزلت جديد، هلا بروح نشوفها، بدي اشتريها واجيبها عندي على المزرعه ونشوف ايش اخر الاخبار. طبعا انا اليوم فتحت اللعبه، اول ما فتحتها استكشفت انه في كثير اشياء نازلين جديده، جد شغلات كثير خرافيه، فراح تشوفوا مستقبلا فيديوهات كثير عن محاكي المزرعة. رح نبلش نحكي عن كثير شغلات من هاي الماكينة اللي صار لي 4 فيديوهات بقولكم رح احكي لكم عليها ولحد الان ما حكيت عنها. فقريبا ان شاء الله رح انزل فيديو واحكي لكم عنها بشكل كامل ومفصل. هلا خلينا ندخل هون، شوف هي هون، ايوه هون تمام زين. تعال بنروح نشتري السيارة الجديدة، والله باينتها فخمة. وينها هون؟ طب خلينا نشوف شو في عندنا دوليب. خلينا نشوف هي اكبر، بس هي دوليب يعني كثير اوفر يعني عن المدينه اللي احنا فيها، يعني ما بدك لا شيء. خلاص المشنا احسن شيء معلمين. فشفت التحديثات الموجوده، يعني انا اتوقع انه مستقبل اللعبه حيكون بومباستيك ان شاء الله. والله بنجرب السياره هاي. اوه ندخل لجوا. واو واو الله الله على الدراليك. واو أوه. اول مرة بحس راكب سيارة شحن نظامي. شوف شلون هيك الدركسيون شي بومباستك معلم. صاير عم نفتح اللعبة بس مشان نجرب سيارات ونطلع. روح شاشة وتاتش، بس ايش مكتوب بالشاشة؟ شلون اشوف ايش مكتوب موجود بالشاشة؟ بس الشوفير راسه مرة عالي، ليش؟ وطي شوي لك حبيبي. انا يمكن عندي بالكتور بقى، خلينا نشوف عندي يمكن تريلر. ما لقيتها هي موجوده عندي بالارض. الله الغماز، شلون اشتغل الغماز؟ ايه برقم واحد. اوه والله شي بومباستك معلم، والله بجد يعني غرفه خرافيه. ليش الجذب؟ طبعا هلا بدنا نجربها على الشحن. ولا معلمين شوف شلون نص السياره هيك كش لورق، اشي بومباستك ها والله بجد يا حجي المن شيء خرافي. انت شوف شلون الدركسيون، كان اول ما في هيك شيء، كان اول ما ديكه مثل التاكسي، بس خلاص طفيت على اليمين راحت على اليمين. المهم تحسسك بقوه الشحن او قوه ميتور السياره اللي هو يكون تحت موجود ويجر السياره هيك على اليمين. هيك شوف لو تمشي شيء بومباستك والله العظيم. طبعا انا بنجربها على التريلا ونشوف ايش راح يصير معنا. شوف شوف انتبه. اوه ايوه لا مصيبه، هي ما نقدر نستخدم هي معها. والله غينو المنفخ من معلم، هي بدها لازم نجيب لها تريلر حالها خلاص معلم. اوه لازم والله مسوين لون الراس لونه اخضر معلم. ولا في حركه، في شغله جدا مهمه، الحركه جدا سريعه. كان اول هذيك الشحن بتطول بما يلف يمين وشمال وقت الصيف. اوه والله شي بومباستك معلم، والله العظيم مش كذب شي بومباستك. طبعا راح احملها راح احملها واخذ فيها مواد. هذا ايش اسمه؟ طبعا هلق بنعبيها ونمشي ونروح نفضيها بالماكينه، نبلش مثل ما يكون حاضر لكم من بدايه المشروع بدايته. وبانه عم نحس هيك عم نستمتع بقياده سيارات الشحن. فلا تنسوا بكره الفيديو راح ينزل محاكي سيارات الشحن. اوه شيء بنبسطك السياره مين عليها انه في كاميرا. يا والله طيب ليش هيك السياره تو طلعت؟ شوفوا انتبهوا، عم بهز يمين شمال من قدام شلون اللمبات تنزل وتطلع.
واو واو عندي اتنين عندي نملة بس يكون عندي انا اتنين تهدي شوي اشبه. لا والله بس اللامبوني ميل. الله على الافكتات، الله على الاحتراف. شوف 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 شلون، شفت شلون؟ شوف 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 دخلنا بالهيل والله. شوف شوف، لا والله الدولاب عم يطلع. لا والله عم يرفع. والله عم يرفع، انا فكرته ما عم يرفع، والله عم يرفع. طيب الهون كلهم ان ما في شيء، او نشوف شلون بنقضيها. اول شيء الو بلشنا نفدي. اخر شيء بس ماسكك ليه تزف؟ طالع شو انت عبيت هذا السحاب؟ طب ايش ضل بده ليشتغل؟ اوه على التغميز. اها في هون شيء زياده، طول بالكم في هون شيء تاني لازم نعبيه. هون صار 50,000 معلم. وين اللوحه تبعيتها؟ اوه كله صفر هون. هذه وين اللوحه تبعيتها؟ يحتاجون وقود، فلازم نروح نجيب له شويه وقود. الوقود وين صار؟ اتوقع هاي الوقود على ما اتوقع ذلك. ان شاء الله يكون فيها شوية موزوط. فيها موزوط؟ ما فيها موزوط. طيب نروح نعبي لك موزوط ونرجع، او نحط على تبعية الموزوط ريثما نشوف ايش بدها. كمان شغلات تانية فاكيد بدها شيء تاني، بس شو مش عارف. يمكن بدها مي. يمكن صحيح اللي عم يسألني عن المودات. تذكرت صندوق الوصف راح تلاقوا ملف اكسل موجود فيه اغلب المودات الموجودة الان مستخدمه، تمام؟ ومكتوب جنبها بالعربي او الفيديو تبعها مشروح، ممكن تكبسوا عليها وتشوفوها وتشيكوا على كل شيء موجود فيها. فاذا كنت بدكم شيء، فكتير ناس تبعت لي بالتعليقات بدنا ما بعرف ايش، بدنا ما بعرف ايش، فاللي عم بدور بلاقيها بكل سهوله. كل المطلوب منك انه تفتح ملف اكسل ومو تكتب لي تعليقات، وكل ما تضيع شغله تيجي تسالني عليها. يعني مثل ما يقول ما تعمل لي مثل واحد بعرفه طلب مني شغله انا جاوبت عليها. ما بده يغلب حاله. اوف تفضل. اوف شيء شو ما عشان السيارة. لا هو ما بده يغلب حاله، يمسك ويقرا 3 سطور او 4 سطور بالورقه، بيجي ورجع يسألني بيقول لي الشغلة شو انه طالعة. فأرجوكم أرجوكم قلبوا حالكم لمدة دقيقة بس، وقت ما تلاقوا اللي أنا عم بقول لكم عليه تعالوا رجعوا لعندي، ما عندي مشكلة. وما عاد نلاقي هاي البطيخة هي هون. أيوة مندخله. أيوة مو مندخله. عم شلون هون هون أوت. نعم أنا حطيت مكان التخريج. لازم أحطهم على التدخين مو على الإخراج. يا الله العجيش. ايوه طبعا هلا بدنا نفضي لان غلطنا عبينا. الله السلام الله السلام. شايفين شو عم تعبي السرعة يا شباب؟ هل ترون هذه السرعة يا شباب؟ طيب معناته نحن فضينا من المكان الغلط، نروح هلا ونروح ندور على المكان الصح. معلم هيك طبعا انا حيطه هذا بس مشان ابيعه. وبدنا بس ديزل حتى نشغل الماكينة. خليك انتي واقفة هون، نروح نجيب ماكينة الديزل. خمسة الاف اوش. نعم غاليين حق المازوت، ايش غاليين البورصة؟
انا خلاص من هيك يا زلمه، ندخل من هون نلف هيك احتراق معلم، احتراق معلم. السيارات اللي عندي انا اشتغلت، سمعتوا 80 صوتا. عبد فاضي خالص، تعال نشوف شلون مدى الامتيازية معلم. والله بسرعة اشتغل حلو، طلعت على السيبة نايس. طيب ما ايش فضيت؟ ايوه حلو. طب هذا وين نبيعه؟ بلوت تعال نشوف وين ينباع معنا هالاجل، يعني انا اشتريتهم باسعار زهيدة صراحة. طيب خلينا نروح هلا بنصف السيارة هنيك، لأنه شغلنا الماكينة حسيت انه لكم اياها فيديو ثاني، لأنه شغلناها بهذا الفيديو فنحن نكتفي بهذا القدر، لأن عندنا فيديو جاي إن شاء الله راح نبلش. ما بعرف في مود جديد نازل حبيت شكله عجبني من برا، فما بعرف إذا بدكم أنقل عليه ولا ما أنقل عليه. على كل حال أنا بالأسبوع الجاي راح أنزل لكم فيديو ريفيو عن الماب هذيك اللي راح نشوفها. إذا عجبتكم ما نضبضب عفشاتنا هون وننتقل هنيك، كل اللي كل شيء عندنا ننقله لهنيك، نبيع أملاكنا وكلياتها، وشو تصير عندي مصاري بنقلهم هذيك اللعبة. فما بعرف أعطونا أنتم رأيكم، طبعا ما راح أقولكم أعطوني رأيكم هلا حال. هلا هي اللامبورجيني ما تصرفونا معلم، صف البيت هلا. لا 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 خلينا نصفونا هيك جنب بعض نضمن صورة. الله شي بومباستي والله، أنا غني لو معي مصاري كثير. طلع المحصول هون ايه ايه هو اشي بومباستيك، عمل بيه كم اطول من اللامبورجيني جد؟ والله ما كان لي خبر. راح اتركه للفيديو الجاي ان شاء الله، انا صار الفيديو شوي طويل ما راح اكمل عليه اكثر، ومشان ما تنزعجوا انتم كمان شايف حسب برمجات الفيديوهات كل ما قصرتها كل ما كان افضل، يعني بحاول نحط لكم اياها تحت 15 دقيقه مشان ما تملوا مثل ما يقولوا تملوا من الفيديوهات. فلذلك راح نترك الفيديو الجاي نشوف راح يطلع معنا الناتج ونبيعه، وراح افرجيكم الماب الثانية اللي عم بحكي لكم عليها اليوم اللي شفتها وشيكت عليها وعجبتني كثير، مشان نبلش نشتغل هنيك نطبق الافكار او الشغلات اللي شفناها جديده، غير هدول اللي احنا مطبقينهم نتركهم هون كل شيء ونقول لهنيك. المصاري الكاش راح تطلع عندي هون، راح ابيع ايش في عندي سيارات ايش في عندي شغلات زياده، المهم راح احسب شو يطلع عندي كاش باخذه بغض هذيك الماب انقله ان شاء الله. بس بكون وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، وصلنا في اليوم فيديو جديد وحلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.